هناك لجان تحقق وتدقيق في كل مفصل، في المؤسسات أمنية مدنية في كل مكان، أي شبهة فساد هناك تحقيق وهناك محاسبة. لا توجد خطوط حمراء في مسألة مكافحة الفساد أبدا. كانت العلاقات الدولية واضحة مسار الحكومة في الماتيو من خلال الدبلوماسية المنتجة. زياراتنا كانت مدروسة، كانت بهدف، ما كنا نريد نأدي الزيارة أو نلبي دعوة فقط، وإنما ذهبنا وفق برنامج وعندنا تفاصيل في هذا الجانب. مجلس الوزراء اتخذ قرار مهم أيضا في مجال استثمار الغاز، الغاز الطبيعي والغاز المصاحب، ووافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة والمضي بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعا نهائيا وتفعيلها لمضي فترة طويلة جدا على إحالته. هذا واحد من المشاريع المهمة، الجولة الخامسة معطلة منذ 4 سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات، وبعد أن ذهب هذا الملف للقضاء للنزاهة ديوان الرقابة تبين أنه الإجراءات سليمة. أصل المشروع منذ عام 2017، منذ عام 2017 ووزارة النفط تشتغل على هذا المشروع، على هذا الغاز الذي لم يستثمر، في حين أننا نستورد الغاز بمليارات الدولارات. هذا تعطيل المشروع 4 سنوات كان يكلفنا بحدود 2.5 إلى 3 مليار دولار.